الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. نبرأ إليك من حولنا وقوتنا وعلمنا وحفظنا وذكائنا، ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. وبعد، فنعيش اليوم يا حبيبنا مع بعض اللطائف التي تتعلق بثلاثية نحن بأمس الحاجة إليها، وهي ثلاثية متقابلة في سورة يحفظها معظمنا، وهي سورة الضحى. بسم الله الرحمن الرحيم، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ما أريده من هذه السورة الشطر الثاني: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. ثلاثية. طيب، ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى. يقابلها: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. ثلاثة تشكر بثلاثة. هذا حديثنا اليوم بإذن الله، لأن طارقا معذور اليوم، والله أكرمنا بكم، الله يرضى عليكم ويثبتكم. شو الاسم الكريم؟ معاذ. يا سلام، هذا أول سفير في الإسلام أرسله رسول الله مشان يعلم العلوم الشرعية، فتكون إن شاء الله تعالى يكون لك من اسمك حظا ونصيب يا معاذ إن شاء الله، حتى تبلغ من وراءك إن شاء الله. الله، حتى النبي قال له: يا معاذ إني أحبك. النبي عم يقول له: أنا بحبك وأنا بحبك، إني أحبك وأعلمك كلمات. إن شاء الله تعالى نحن نعيش في ظلال بيان الشريعة وظلال كلام الله وكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله. قال أهل التفسير: ذكر الله في هذه السورة ثلاثة أمور تشكر بثلاثة أمور: ألم يجدك يتيما فآوى، شكر تبعه، فأما اليتيم فلا تقهر، ووجدك ضالا فهدى، وأما السائل فلا تنهر، ووجدك عائلا يعني فقيرا فأغنى يقابلها، وأما بنعمة ربك فحدث. هذه الثلاثية منها دروس يا معاذ. أول هذه الدروس: الله، أن لا ينسى الإنسان أصله، أن لا ينسى الإنسان أصله، لأن الإنسان والعياذ بالله إذا لم يكن عنده إيمان تطغيه النعمة، تطغيه النعمة، فينسى أصله، وينسى أن المال الذي يتفيأ ظلاله إنما هو بتوفيق الله ليس بذكائه. يعني كم من أناس كان عندهم غرور بفهمهم، غرور بعلمهم، فأوتوا من قبل ما يغترون به. لذلك قالت العرب: يؤتى الحذر من وين؟ من مأمنه. يعني هو شايف حاله مثلا بذكائه، بأنه عنده قوة حافظة هائلة، يصاب بالزهايمر. واحد شايف حاله بطل قوي جدا، لا قدر الله،
يأتيه مرض. فالإنسان بالغاية من ثلاثية اليوم بهذه السورة أن الإنسان ما ينسى أصله. إذا كان ضعيفا أذكر إذ كنت ضعيفا فقواك الله، وكنت فقيرا فأغناك الله، وكنت جاهلا يا أيها العبد فعلمك الله، وكنت مستضعفا فقواك الله، وكنت وكنت. الفكرة من هذه المتقابلة أن لا ينسى الإنسان أصله أبدا، وأن النعم التي يعيشها إنما هي من وين؟ من الله عز وجل. الله، من لطيف ما مر معنا في رمضان، في عنا نحن مناسبة غالية نحتفل بها جميعا وذكرناها في رمضان، شو اسمها؟ معركة بدر. هذا كان أول لقاء بين الحق والباطل، وسمى الله هذا اليوم يا معاذ الخير سماه يوم الفرقان، يوم الفرقان. طيب، يوم الفرقان هذا انتصر فيه المسلمون، وانتصروا من قلة، فالله عم يقول لهم بهالعنفوان والانتصار، قال لهم لا تنسوا واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون. أنتم عددكم اللي قليل وضعاف، مو بس ضعاف وخايفين، تخافون أن يتخطفكم الناس. طيب شو صار؟ فآواكم وأيدكم بنصري ورزقكم من الطيبات. فإيانا وحذاري أن يسكر الإنسان بالنعمة عن المنعم. في مثل قصة ذكر لنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مثلا حتى نتعظ بها وحتى تكون نورا في حياتنا. حديث في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم عم يحكي قصة، يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل، هذول الثلاثة عندهم أمراض، الله يعافي جميع مرضى العالمين، أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا. الله عز وجل بده يختبرهم. هلأ الواحد بينسى مثلا أنه هو كان مريض، الله عافاه، كان ضعيف، الله قواه، فالله بده يختبرك بقوتك، ما بيختبرك بضعفك. قال فأتى، أرسل الله عز وجل، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص على هيئته فقال أي شيء أحب إليك؟ قال والله أنا بدي لون حسن، أنه الله يعافيني من هذا المرض الجلدي، وناس تخاف مني ما في شيء. بس شوف هذا الكلام النبي عم يحكي أيام سيدنا، يعني 6000 سنة، مو من هلأ التنمر. فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن، ويذهب الله عني الذي قذرني الناس به، الناس عم تقرف مني. صلى الله على سيدنا محمد. قال فمسحه فذهب عنه قدره الملك، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر. راوي الحديث شك. فأعطي ناقة عشراء وقال بارك الله لك فيها، يعني ناقة حامل. قال شعر حسن ويذهب الله عني الذي قذرني به الناس، فمسحه فذهب الله عنه وأعطي. هذا راح الثاني يعني. فقال أي المال أحب إليه؟ قال البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملا قال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليه؟ قال أن يرد الله إلي بصري حتى أبصر به الناس، فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأعطي شاة والدا إلى آخره، فأنتج هذان وولد هذا وهذا، كل واحد صار عندهم أموال. شاهد
ثم إنه أتى الأبرص في صورته. هو الله عز وجل بعث له ملك وقال له شو عندك؟ قال له أنا الله. هلا بيقول لك شفت علاء الدين والمصباح السحري كذا، واحد شاف الله عز وجل أرسل له ملك على هيئته، قال له شو بدك؟ قال له أنا مريض كذا، عافيني من مرض كذا، عافهم. ثم رجع إليهم على صورتهم، يعني إجا لعندهم، راح لعند الأعمى على صورة أعمى، والأبرص على صورة أبرص، والأقرع على صورة أقرع، مشان واحد ما ينسى. قال فأتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال رجل مسكين أنا تعبان، قد انقطعت بي الجبال في سفري، فلا بلوغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أنا ابن سبيل انقطع، ما في نافيجيتر ولا في شيء ولا أيام زمان. قال له ما في غير الله وأنت أو ثم أنت، شو تساعدني؟ قال فانقطعت بي السبل، فلا بلوغ لي اليوم، ما عندي مكان ياخذني ولا يوصلني إلا الله ثم أنت. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن، هم هو أبراص الله يعافي جميع البرضى، قال له أنا أسألك بالله اللي أعطاك هذا المنظر الحسن. شوف اللطيف أنه كمان عم يذكره، مو أنه والله ما بيعرف، عم يذكره شو كنت. قال أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن، الله، والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال الحقوق كثيرة، عنا التزامات كثيرة والواجبات كثيرة، نحن مو فاضيين هلا، بدي أعطيكها فلان ولا بدي أعطي فلان، أنت نسيان قبل فترة كنت مريض وفقير، الله عز وجل عافاك وعطاك مال. شوف القرآن، شوف حديث النبي الصحيح المتفق عليه، ربط بين العافية، يعني مشان حتى يقول لنا أنك مال وتمام النعمة، أن يجتمع المال مع الصحة، لأنه إذا صحة إذا مرض بدون مال بمرض ما له قيمة، ومال بمرض ما له قيمة، ومرض بدون مال مشكلة كبيرة أيضا. فالإنسان يجتمع عنده الفضل وكمال الفضل، لذلك من دعاء الصالحين اللهم كما أنعمت فتمم، اللهم يا سلام سلم، اللهم كما أنعمت فتمم. طيب، صلى الله على سيدنا محمد. الله 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 الله. فقال الحقوق كثيرة، فقال كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله المال؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. أخي هذا المال، قال له كأني أنا بعرفك وإن شاف. قال له لا، هذا المال أنا ورثته كابرا عن كابر. فقال إن كنت كاذبا، بعيد من هون، فصيرك الله إلى ما كنت، إذا كنت مو صادق الله يرجعك مثل ما كنت. قال وأتى الأقرع في صورته، فقال له ما قال لهذا؟ نفس الشيء، قال له أنا قطعت فيني السبول وكذا. فقال أسألك بالذي رد عليك كذا وكذا أن تكرمني. فقال له الحقوق كثيرة والواجبات كثيرة، أنا عندي التزامات كثيرة. قال له ألم تكن فقيرا؟ قال لا، هذا ورثته كابرا عن كابر. قال أسألك بالذي رد عليك شعرك ورد عليك عافيتك؟ قال لا. ثم ذهب إلى الأعمى فقال له ما قال للأول والثاني. قال أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري، أعطيني غنمة. الله. فقال، هون الشاهد، قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، خذ اللي بدك وترك شو ما بدك، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله أو أخذته لله، أنا ما رح
ازعجك بأي شيء أنت أخذته لله. فقال أمسك مالك، الله يبارك لك مالك، فإنما ابتليتم به. فقال رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. هذا الدرس اللي بدنا اياه نحن، ألم يجدك يتيما فآوى فأما اليتيم فلا تقهر. شوف المتقابل، لأنه الناس هذا ليس تنمرا. أنا لما بحكي لأولادي أنه بابا أنا كنت هيك وكنت هيك وأنتوا بخير وكنا نحن هيك، هذا حتى الإنسان ما ينسى فضل الله عز وجل عليه، لأنه في ناس تنسى أو بفكر أنه يعني الأمور تدوم. لا تدوم النعمة الحقيقية، هي أنت ما تقدرها قدرها، ما تشكر الله بها. أعطاك علم تشكره، تعليم، أعطاك مال تنفق المال. أما تقول لا مين هدول، مين، لا أنا بقرف من هدول. كم كانت تمر ليالي وأيام أنت ما عندك ثمن طعام تأكل أو تشرب. فيا أيها العبد الفقير إياك أن تكون لربك كنودا. طيب، إذن أول وحدة يا معاذ الخير من هذه الثلاثية، أولا أن لا ينسى الإنسان أصله. طيب، ثانيا الله، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. أول شيء، ألم يجدك يتيما فأما اليتيم فلا تقهر، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، يقابل، وأما بنعمة ربك فحدث. بدي أحكي عن الثانية شوي، وأما السائل فلا تنهر. السائل أي واحد سألك إن كان مال، القرآن ما قال لك لا تعطي، ما قال لك حرام ما تعطي، لا، إذا أنت ما اطمأنت إليه، لكن قال لك فلا تنهر. يعني إذا كنت غير مطمئن لهذا السائل، قد يكون جلكم الله كذابا نصابا محتالا لا إلى آخره، إما كما يقول الشيخ شعراوي أن ترده بشيء قليل، وإما أن ترده بكلمة طيبة، أنه الله يبارك لك، الله يفرج عنك، شكرا لحسن ظنك، أنك أنت حسن ظنك وجيت لعندي، الله يجعلني عاد حسن ظنك، الله يفرج عنك كذا، بحيث أنه ما تكسر خاطرك. روح دولك على شيء شغلة أنت قد يكون صادق. فالقرآن قال لك إن كان صادق أو كذاب لا تسبه. إذا كان محتال وكذا وعم يستخدم مهنته، هذا موضوع تاني، يرجع إلى ولي الأمر للسياسة الشرعية كذا وكذا، موضوع تاني. المتسولين والنصابين وعندهم لوبي هذول، هذا موضوع آخر. أنا أتكلم إنسان سائل، طلب منك معرفة، سألك سؤال، طلب منك فتوى، طلب منك مال، طلب منك شفاعة، لا تصده، لا تمنعه. وأما السائلة فلا تنهر. أنا فاضي لك، أنا هلا بدي أعلمك. طيب أخي سؤال، لا ماني فاضي. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال بدك تقابله، هي ألم يجدك يتيما فآوى، وأما بنعمة ربك فأما اليتيم فلا تقهر، ووجدك ضالا فهدى، وأما السائل فلا تنهر. قال ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم وأما بنعمة ربك فحدث. هلأ أنا لو سألتك يا معاذ وأما بنعمة ربك فحدث، أنت شوف تفهم منا أنه أخي أنا إذا اشتريت سيارة ثمنها 200,000 دولار أو ما بعرف إيش ثمنها، بدي نزل على الإنستغرام عم حدث بنعمة الله. أغلب هدول بينزلوا بيقول لك مو حافظ من القرآن، طبعا هو ما بيحفظ القرآن على الحاضر، بس هو مو حافظ من القرآن إلا وأما بنعمة ربك فحدث. هذا جهل في الآية. أغلب مشاكل المحسود هو بيجيب لحاله المشاكل. المقصود وأما بنعمة ربك فحدث بالعموم، أن تكون شاكرا، مو تصور للعالم شو أكلت وشو شربت وشو نمت وشو ما عار إيش وكذا. كل ساعة يهزلنا الساعة تبعه يعمل له هيك، كل ساعة يعمل له هيك أخي. أو في واحد أجلكم الله بحذائه، طيب نحن شو دخلنا؟ الله يهنيك. في ناس فقراء ما عندها شو يعني لو في ناس بتحترم بعض على هالمواضيع، يعني يقول لك أخي هذا لابس ماركة،
تعرف شو هي؟ لا والله ما بعرف هي كذا. إيه معقولة؟ هيك بيتهامسون فيما بينهم انه انتبه بدك تحترمه، لابس حذاء ثمنه كذا، طيب خير ان شاء الله. لا طيب لابس حذاء وما بيعرف ولا كلمة ولا له اي قيمة، وحقود وحسود وجربان وكذا. شو علاقة اللباس بالماركات؟ هذه الامور لا تصنع انسانا، لا تصنع قيمة. القيمة الحقيقية انك انت تحترم الناس اللي حواليك بغض النظر شو العلاقة، يلبس ما يلبس، المهم انه يكون لباسه نظيف، ما غير هيك انا ما لي علاقة. لا ياي هذا بلدي، هذا بيشتري من سوق درهم ودرهمين، هذا تقليد مو اصلي. تخيل انه فلان عم يسافر على الاكونومي، لا 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 لا، عم يسافر على السياحي. طيب شو بدك فيه انت؟ سافر مثلا على الدرجة الأولى أو رجال أعمال أو على السياحية، أنت شو بتفرق معك؟ بلكي هو الرجل بده يوفر مثلا ثمن، هذا بيشتري فيه تذكرتين تانيات، عنده أبجريت يا سيدي، ما عنده نقاط ما بده يسافر فيهم، بيشتري فيهم تذاكر لأهله، بده يتصدق بهذا المال الزايد بتفعله لشيء تاني، هو حر. هل اللي راكب بالدرجة الأولى مثلا ما رح يوصل، واللي راكب بالدرجة سياحي ما رأي كله راح يوصلوا؟ أجلكم الله، حتى الحمام اللي ثابت بالطيارة بيروح بيرجع ثابت مع فارق القياس. يعني هذه القضايا المواضعات ما في شك أنه في راحة أكثر وفي كذا، وإذا واحد مريض عناية فيه ما في مشكلة، لكن هي الأمور وضعت الخدمات لحاجة الإنسان، ليس من أجل أنه يفاخر فيها ويكسر فيها خاطر الناس. بالطيارة أم كم يوم أنا كنت راجع بالطيارة، يعني وحدة هيك أخت كريمة ما بعرف من أي بلد، طول ما قاعدة بالطيارة قاعدة عم تصور لهذا، شوفي ما خليت حدا إلا المضيفات، وجيت لعندي ما إنه هي عم تتصور بالمقصورة اللي ما بعرف شو، خير إن شاء الله. طيب خير. وبعدين هذه أمور مواضعات بدنا نحاول إنه أما بنعمة ربك فحدث، معناها أن تحدث، أن تكون شاكرا لأنعم الله، هذا المعنى. والمعنى تصوروا أنا ما بنعمة ربك فحدث، لا هذا مو هذا، هذا تفاسير الناس كلها بيقول لك أما بنعمة ربك فحدث، أما بنعمة ربك حدث أن تكون شاكرا للنعمة على الحقيقة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطاه أفضل مما أخذ. إذن شو الدرس الثاني يا حبيبنا؟ شو الدرس الثاني؟ الدرس الثاني فحدث، ما قال فأخبر، يعني خلي حديثك دائما نعم، الشكر، الله الحمد لله، الحمد لله، والله الله الله, الله تفضل علينا، الله أكرمنا، أعطانا إذ منع غيرنا، وتفضل علينا إذ ضيق على غيرنا، عافانا إذ مريض غيرنا. هذا المعنى. وين ما بتقعد حديثي حديثي عنك، أنا معاذ الله يرضى عليه، معاذ أنشارته، معاذ محب للعلم، طارق الله يرضى عليه يرد ثاني، نحن مشان الجلس الغيرة مشان نخليه يرجع. فهذه الأمور حدث غير أخبر، إنه حديثك دائما الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكرمنا، الله تفضل علينا، الله كذا. طبعا من الكلمات التي يريد بها الناس خيرا ولا يقصدون معناها، هي يعني ما ينبغي أن تقال، لكن ما يقصد القائل شيئا منكفره أنه الله بيعطينا أكثر ما بنستاهل. هذه الكلمة يريد بها، يقصد بها العبد أن فضل الله كبير وعميم وكذا. الأفضل أن يقول اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يعني الابتلاء بالنعم أخطر. لذلك ثاني وحدة يا معاذ قال أن تحدث بنعمة الله، تحدث دائما الحمد لله، وإما بتجلس طاقة إيجابية، وأن تخبر بفضل الله عليك. أما واحد أول ما بيقعد قال خايف من الحسد، كيف الحال؟ شو أحكي لكم؟ مخروب بيتي. طيب شو في علي وعلي وما في ومهموم كذا؟ فتش بعضهم يقول لك أخي أنا بخاف من العين ما بدي أحكي. فشو بيردوا له؟ وأما بنعمة ربك فحدث. نحن ما بدنا نعرف شو عندك حساب بالبنك، ولا يعنينا شو اشتريت، شو هذه قضايا شخصية. المقصود أن تكون، أن يكون حديثك بالعموم فيه رضا عن الله عز وجل. طيب ثالثا وأخيرا قال أن تشرك أحدا معك في أي نعمة أنعم الله بها عليه. يعني مثلا الله عز وجل أعطاك المال،
ساعد أهلك، ساعد أخوك، ساعد أخاك أختك، ساعدهم، أعطاك علم علم، أعطاك مكانة اجتماعية تقدر أنك أنت توظف فلان، تحاكي فلان، تعطي السي في له. أشرك هذه نعمة، أشرك فيها الناس، هذا المعنى. يعني من لطائف بيحكوها المشايخ بين بعضهم أن الله قال مثل الذين ينفقون، هذا إخفاء، قال له أنا عم بخفي الفاء، قال له اخفي أو أظهر، المهم أن لا تخفي المال على الفقراء، مو مهم، يعني أنا بيهمني أنك أنت تخفي صدقتك بس ما تعطيها للفقراء. يحكى عن الفقيه الغني الليث بن سعد من مصر ومدفون في مصر، وقد تشرفت بزيارة قبره رحمه الله تعالى. الليث بن سعد جاءت لعند امرأة عم تطلب شوية عسل، فأعطاها ذنوبا من عسل وألف دينار. اللي عند الأمير، وهدول للأسف موجودين بكل زماننا، بكل زمان، بسموهم المكولكين وعينهم ضيقة، انه هي طلبت شوية عسل، ليش تعطيها ألف دينار؟ هذول بيكرهوا الخير للغير. فقال كلمة عظيمة، قال طلبت على قدرها، طلبت على قدرها فأعطيناها على قدرنا. فعطاء الله مرتبط بكرمه، وليس مرتبطا انك بتستاهل او ما بتستاهل. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك لنا فيما رزقنا وأن يجعلنا من عباده الشاكرين. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا واجعلنا من عبادك الشاكرين. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا واجعلنا من عبادك الشاكرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.